ناديه نجمو نقولوا باش ما نكذبوش على بعضنا وانها استثناء هي اختارت باش تكون معينه منجري اما انت ما اخترتش معناتها هذايا تفرض عليك وللاسف الشديد تفرض عليك وانت عمرك 7 سنين اخي 7 سنين معناتها 7 سنين واحد راهو قد الطرف معناتها يبدا معناتها كيفاش معناتها سامي شو 7 سنين بصحيح ما تعرفش صحيح ما تعرفش اللي فما قضية لازمك تعملها أما اللي حز في نفسي اللي أنا صغيرة وإحنا كنا نسكنوا لبرا في ماتر وجاية مع عائلتي وخارجة من المكتب ومعلمية يوصي في بابا وفي أمي ردوا بالكم هذه راهي نابغة قراية ردوا بالكم تخسروها والمجتمع التونسي يخسرها راهي قراية راهي ذكية حتى لي كي نقول لك ما نصورش قديش من كلمة حسن المعلم في الكاميونة اللي هزتنا كاميونة منقلتنا من ماتر للزهرة وقت لي يا بابا جاي يخدم قبل الكاميونة معناتها قبل الكاميونة كيفاه جاك شكون جاك أمك بوك كيفاش؟ أنا مراحلة أنا وأمي وبابا من ماتر للزهرة أعطيني على بابا باش يخدم بابا ما هو ما في بالكش أنت معناتها أنت ماشية لا ما في بالي ونهارتها كيفاش نهار عطلة فما قراية ولا كيفاش فما عطلة فما حاجة كيفاش معناتها قولك تمشيو للزهرة باش تعمل نقلة باش نقلوا نقلت أنا أنا قريت سنة أولى ودخلت عمري 6 سنين قريت سنة أولى ومن بعد قريت في السنة الثانية الترمستر الأولى باه وانت تقرا بوك قال باش نقلوا للزهرة باش نقلوا فما خدمة باهية وخير معناتها انت طلعت مع عائلتك الكل الكل عائلتي الكل جينا للزهرة فهمتك باهي حتى لهنا حكاية وانك باش تخدم في الديار ماهيش مطروحة معناتها مش مطروح جبلة وصلتوا للزهرة صحيح وصلتوا للزهرة وصلنا للزهرة فرحنا بلاصة ما نعرفوهاش ناس ما نعرفوهمش المدينة ضوضاء وك الحس وك الدنيا ما نعرفوهاش أم غدوة الصباح جات مرت جا المسؤول مسؤول شنو؟ مسؤول الهنشير اللي ساكن فيه بابا قال له يا محمد قال له بوك يخدم وقتها؟ أي يخدم غاديك يا بابا وش عندك أخوات؟ عندي 6 بنات وليد فهمتك قالوا يا محمد راي المدام تحب على بنية قلت لها عليكم وهو ميم طون الراجل هذا المسؤول هو يسكن في كان يسكن في ماتر أي. فهمت قالوا راي تحب على بنية احنا مانيش موجودين يا اخي 7 سنين ما نتصوركش الكبيرة في اخواتك البنات ولا انا خشينا انا عودي خشين انت انا انا عندي اختي كبيره وعندي خويا عندي اختي وبعد انا وبعد خويا فهمتك فهمت ومن بعد اختي واضح. اللي بعد خويا 6 بنات فهمت كي قال له نرى انا صغيره ما نفهمش را امي وبابا يحكيوا وامي تبكي امك تبكي كمان على القليلة بس كان ما فهمتش الهدرة شنية أم غدوة جات المرأة احنا نلعبوا والمرأة جات من غدوة المرأة هذه شنو معناتها مرت المسؤول على هنشير مرت المسؤول على هنشير اي هنشير في الزهرة هذا اي معروف فهمتك انا قاعدة انا اخواتي هكايا وهي جات تفرز فينا ريت سامي في العيد انت كي تبدا تمشي تفرز على اللوش اي هكاك انت واخواتك متى انا واخواتي يا اخي هيك جات قالت خل نشوفهم نشوف ان هي الاكبر بالرغم انا مشني الكبيره خل نشوف شكون الاكبر قال لي خويا اهبط اهبط لوطه دحمز قصر روحك متى اي فهمت اهبط اللوطه يا اخي هي دارت وقالت ها هي اللي حاجتي بها هنا
صدقني سامي وقتها حسيت الأرض تشقت وبلعتني. وفهمت أنت هي فاش جاية تشتزني؟ فهمت هي باش تهزك؟ إيه. عملت لي هكا وشالتني من بحذا إخواتي. كي هزتني من بحذا إخواتي أنا فيضان بكاء أنا وإخواتي. 7 سنين بيبي بالطبيعة. وأمي تبكي. وأنا جيت لأمي شديت لها حويجها. باش ما تهزنيش. قول لها يا أمي أنا لا. أنا لا. تقول لي لا باش تقريك. وهي كذبت على أمي قتلها باش نقريها. ما قراتنيش. قول لها لا يا أمي. ما تهزنيش. أمي الوقت هذاك وبابا صعيب 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 بابا كي جاني قال لي يا كلبة كان انتي ما تمشيش هو يخرجني وبابا جاي من البلاد وبعيدة وكل شيء وما يعرف حد في الزهرة دونك قتلوا أمي خلاها وتو نبعثها مع أخوها كان العمل كيكة مشيت مع أخويا ريت سامي العبد اللي يمشي يبدا يمشي احنا نمشي مارشا ريهير نمشي خطوه لقدام وعشره لتالي انا وخويا ونبكيو ني كامله قال لي خويا ما تبكيش حتى عمره 6 سنين راه ما تبكيش انا دبرت فكره قلت شنو قال لي امشي معايا واسكت انا قلت يمكن خويا بالعاني باش يوصلني قدام المراه ويهرب وهو أخويا لحد الآن ربي فضلهولي ما يكذبش ما كي يقول لك عملت قلت ما عندوش مشينا للباب سامي يعمل هكا 1 2 3 ونهربوا نرجعوا للدار 3 أيام على المعدل هذاك كي نقولوا لها رانا ما لقيناهاش بابا يقول غدوة تهزي بنت